السلام عليكم، انا سميتي هاجر، كنسكن في مدينة سلا، كندير هاد الانقاذ الحيوانات. الفكره هادي من حبي ليهم بيان سور اول حاجه، وكيبقاو فيا. كاينين شي قطاطات اللي كيكونوا مرادين ولا شي ولا كليبات كيكونوا مساكن دايز عليهم الطوموبيل، وهداك اللي داز عليهم بيان سور مشى وخلاها هكاك. الوغ كو من تما بدا حبي الحيوانات، بديت كنوكلهم، بديت كنعتني بهم، بديت كنرفق بهم، ومن تما وانا غاده بشويه بشويه وانا غاده حتى ولا عندي هذا العدد هذا، ومازال غاده في المسيره. واش كدير على الاسماء ديالهم؟ وكنعقل على الاعمار ديالهم، وكنعقل على كل واحد والحاله ديالو بيان سور، حتى هما عندهم بحالنا، كاين اللي كيخجل، كاين اللي كيكون جريء، كاين اللي كيكون اغريسيف، كاين اللي كيكون ظريف وحنين. الوغ انا كنعقل على كل واحد بسميتو بالكاركتر ديالو بالحاله ديالو. بالنسبه للمداخل، انا كاين الناس اللي تتعاون واخا في اقاليل قليله جدا، وكل مره ومنين الصراحه كاين بعض المرات مالين الدار كيعاونوني حتى هما، الله يكثر خيرهم. وكل مره ومنين الصراحه، المهم رزقهم كيوصلهم. بالنسبه لهاد الناس هادو اللي كيعطيو السم، انا الصراحه ما تيتفهموش ليا انه هو نايض وداير السم، عنده النيه زعما انه يقتل روح ياك، وواقف كيهضر وجاي وقتل هذيك الروح ومشى وناس بروح زعما رياضيه، ما تاثر، ما تحرك فيه شي حاجه، ما قال راني قتلت روح، ما قال راني عذبت هذيك الروح اللي ماتت. ما انا زعما ما تنفهمهمش لدابا. انا كنقول لهم خصكم طبيب نفساني، من هذا المنبر هذا كنقول لهم خصكم طبيب نفساني، لانه اللي تيتعمد انه يقتل روح راه غادي يقتل روح خال مسلم شي نهار 100%. الصعوبات اللي كنلقاها هي ملي كيكون مثلا عندي شي انيمال مريض، ولا كنتصادف مع شي حاله وانا ما عنديش جهدها، الو انا حتى ديك الساعه ما عنديش الجهد ديالها، ولا كان ما عنديش الماكله مثلا ولا شي حاجه. المهم هادو هما الصعوبات اللي كنلقاها في حياتي ملي ما كنكونش مثلا ديك الساعه قادره ندير شي حاجه لديك البكمه. كنمرض نفسانيا ومالغ هكاك ما كنلاشيش، كنكمل حتى كيحلها سيدي ربي، وكتبقى معايا ديك البكمه. تاجروا مثلا في هاد البكمات وهما مكرفصين، فهمتيني، القفز وحاشاك كيديروا داكشي ديالهم في داك القفز، لا ماكله لا شراب. اما كاينين الناس اللي الصراحه هما كيبيعوا في هاد الشيء، ولكن مهلين وقايمين بلي فاكسان وتو سكو تو فو، قايمين بالواجب ديالهم نيت. انا ضد هادوك الناس اللي قلت لك اللي كيبيعوا هاد البكمات هادو، وهما ما قايمينش بهداك الشيء. الو غير تلقوا سيدي، غير تلقوا الخلا يمشي للملاه يدبر على راسه، لانه راه كتقتلوا بعرق بعرق. حنا شفنا بحال هاد الشيء هادو، الناس اللي كيكونوا كيبيعوا، واش نقول لك، المأساة كضطر انك تشري من عنده غير باش تحرر هذاك الانيمال، لانه كيكون باقي له غير شي ساعتين ويموت وهو مازال في ذاك القفص. وكاينين اصدقاء جاولي اللي كيبيعوا وتبارك الله قايمين، كيف ما قلت لك، هما براسهم كيخرجوا، هما كيكونوا كيديروا كيتاجروا في هذا الشيء، دايرين الخير، تقول داك الشيء رزقهم كيمشي غير في هذه البكمات هادو، في الكلاب الضاله وفي القطط الشوارع، حيت بصح سي فري. سالتي المغاربه الناس اللي كيتاداو كياديو هاد القطوط هادو، كنتمنى ان ربي يهديهم واحد النهار، وكنتمنى ان يكون قانون اللي كيف ما كاين قانون حنا قانون كيحمينا حنا، يكون حتى هو علاش لا قانون اللي يحمي هاد البكمات هادو من هاد الناس هادو اللي كيتعداو عليهم واللي كياديوهم من الصباح حتى الليل. نعم ماما.